جدا الخامات تمام، والمناورة زي ما حضراتكم شايفين، والمناورة زي ما حضراتكم شايفين مركب بهذا الحجم بيتعمل بيها المناورة دي، بتدل على كفاءة الأفراد القائمين عليها والقائد الخاص باللانش. بيتم عمل مناورة في أضيق مكان رغم تقل اللانش، واللانش ده ليه استخدام طاقة مهم جدا، بيتم فيه سحب وقطر أي مركب عائم بيحصل لها شحن أو بتغرز في المسطح المائي في غيبات السد الشتوية. بيتم سحب المركب يقرب من مكان لإنقاذه وإنقاذ الناس الموجودة. وبيتم زي ما حضراتكم شايفين استخدام الجيت سكي مرة أخرى لتبين المهارة الخاصة بقائد المركبة للتعامل على المسطح المائي ومدى تمكنها من القيام بأي عمليات إنقاذ على المسطح المائي. وأدي لانش المطار برضه قدام حضراتكم برضه في أثناء سهولة إنزال الغواصين منه أثناء السير، وهو على سرعة توصل من 10 ل 15 كيلو، بينزلوا بسرعة دي في المية وبيتم إنقاذ من استقرار من وقع على اللانش واستقرار من اقرب مكان لانقاذه. زي ما حضراتكم شايفين الغواصين تحت قد ايه ماسكين ايدين بعض، بتعتمد دي على كفاءه الغواص في التعامل مع الميه بعدم استخدام ايديه حتى في الوقوف على الماء عشان يقدر يحرك ايده في حته انقاذ الشخص المعرض للغرق من اي مكان باستخدام معده معينه لاستقباله كاجهزه تنفس الغلاف. وفي توصيل لايف جاكيت لفتح العرضه للغوص او موجود معاهم على الانش الانش سيستم حضرتك عند الشمندور بيلف ده، في جواه التنكات الخاصه بالهواء والانقاذ بالنسبه للغواص اثناء المسابقه.